تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. مستمعينا الأعزاء، دائما الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معايا، فريق العمل المبدع اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومبدعين الاثنين في الإخراج الأستاذ نمر محمد وأيضا الأستاذ سعيد المر، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. دائما مستمعين الأعزاء، ومن خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، أحب أني ننوه بأن دبي بدأت حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد-19، ويعتبر كل من المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 سنة ومن لديهم الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والعاملين في خط الدفاع الأول والمهن الحيوية هم الفئات ذات الأولوية للتطعيم ضد كوفيد-19 في دبي. التطعيم أمان واطمئنان. وأيضا نذكر مستمعين الأعزاء بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. دائما خلكم حريصين على ترك مسافة آمنة مع الآخرين والمحافظة على لبس الكمامة، وخاصة في الأماكن المغلقة، وأيضا لا تنسون غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. نستعرض فقراتنا دائما مستمعين الأعزاء، فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم أول خبر تحت عنوان مادة غذائية تخفض مستوى السكر في الدم. طبعا هذا الخبر مهم، وبنقرأ إن شاء الله عليكم بعد قليل، وبالأخص اللي مصابين بداء السكري. وخبر آخر تحت عنوان الاجتهاد يجعلنا دائما نتدفع نحو الوجبات المسببة للسمنة. أما دائما فقرة السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي والصفحات الأخرى ذات العلاقة بالشؤون الصحية. أما اليوم وفقرة خدمات هيئة الصحة بدبي تحت عنوان خدمة طبيب لكل مواطن. فقرة أو موضوعنا أو مصطلحنا الطبي عفوا لهذا اليوم، وأيضا بناخذ فقرة التغذية. فقرة التغذية، وين فقرة التغذية اليوم؟ كيف تسيطر على الجوع في فترة الشتاء؟ وآخر فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعين الأعزاء مع فقرة صحة الطفل وتحت عنوان التطور النمائي لدى الأطفال، وبيكون معنا دكتور نوف اليوم. فهاي كل فقراتنا لهذا اليوم متنوعة مثل ما سمعتوا مستمعين الأعزاء، ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وخلنا ناخذ الخبر مادة غذائية تخفض مستوى السكر في الدم. أعلن باحثون أمريكيون أن فاكهة المانجو قادرة على تثبيت مستوى السكر في الدم وتحسين الحالة العامة للأشخاص الذين يعانون من النوع الثاني من السكري. وتفيد أيضا إكسبرس بأنه اتضح للباحثين أن مادة البلوفينول
الموجودة في المانجو لها خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات. ويشير أيضا الباحثون إلى أن فاكهة المانجو تحتوي على عدد من المركبات المعروفة النشطة بيولوجيا مثل الأركاروتين والتوكوفينول وحمض الإسكوربين. ومع ذلك يحذر الباحثون مستمعين الأعزاء من أن فاكهة المانجو تحتوي على نسبة عالية من السكر، لذا يجب على المرضى تناولها بكميات صغيرة. مستمعين الأعزاء، طبعا هناك الكثير من الأطعمة، وهناك أيضا الكثير من المشروبات الساخنة لها فائدة كثيرة جدا في تخفيض مستوى السكر في الدم، ولكن دائما ينصح خبراء التغذية بمراجعة خبير التغذية أو أخصائي التغذية لمعرفة الكميات التي يحتاجها كل شخص على حسب حالته الصحية. ننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا مستمعين الأعزاء، ومعنا بتكون اليوم الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالخير والنور والعافية أسماء. خلينا نأخذ جولة قنوات التواصل الاجتماعي. تقريبا أبرز الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي وهو الإعلان أو التوضيح الهام الذي كان من هيئة الصحة بدبي لجمهور المتعاملين، ويقول التوضيح: تعمل الهيئة على إعادة جدولة المواعيد الخاصة بالجرعة الأولى للقاح COVID-19 فايزر بايونتك، نظرا لقيام الشركة المصنعة للقاح بأعمال توسعة إنتاج اللقاح لديها، مما أثر على الجرعات الحالية في عدد من دول العالم. ستقوم الهيئة بالتواصل مع المتعاملين المعنيين بالمواعيد الجديدة من خلال الرسائل النصية قريبا. كما تنوه الهيئة بأن جميع المواعيد الخاصة بالمتعاملين للجرعة الثانية ثابتة، وتنصح الجمهور بالالتزام بمواعيدهم والحضور لمراكز الخدمة في الوقت المحدد مسبقا. نحن ننصح الجميع بالحضور للجرعة الثانية، وأن يشوفون الرسائل النصية القصيرة راح توصلهم بالمواعيد الجديدة اللي كانت تكون خلال هذه الفترة. تقريبا أيضا نحن نأكد على الإجراءات الاحترازية اللي يجب أخذها خلال هذه الفترة، مثل التباعد الجسدي وغسل اليدين والالتزام بالكمامة. تقريبا هاي كانت يعني من أبرز الأمور اللي صارت في التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة الأخت أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك. ومثل ما ذكرت مستمعين الأعزاء الأخت أسماء الجناحي، خلال الفترة هاي ضروري جدا باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأيضا الاهتمام بالمواعيد اللي بيتم إرسالها لكم الخاصة باللقاح، فالالتزام بالموعد ضروري جدا. قبل لا نأخذ الفاصل مستمعين الأعزاء، نحن دائما نذكر بأن الفيروس ما زال موجود، فعلينا دائما اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. فخلنا نأخذ كلنا مع بعض نذكركم ببعض النصائح الخاصة بالخروج من المنزل خلال فترة كوفيد-19. دائما مستمعين الأعزاء، الحرص على التباعد الجسدي ولبس الكمامة من الأمور المهمة جدا، وأيضا غسل اليدين وعدم مشاركة الأدوات الخاصة مع الآخرين، واستخدام وسائل الدفع الذكية، وأيضا عدم الخروج من المنزل في حالة وجود أعراض. فاللي عنده أعراض الأفضل أنه يتم في البيت. دائما مستمعين الأعزاء، تجنبوا الأماكن المزدحمة وتعقيم الأدوات قبل الاستخدام وقبل العودة إلى المنزل. الحفاظ على الغذاء الصحي وشرب الماء دائما مهم، ولكن في الفترة الحالية أيضا أهم، لأن دائما الغذاء الصحي وشرب الماء يزيد من يعني مقاومة الجسم، وأيضا يخلي الجسم مناعته أيضا قوية. الحفاظ على النشاط البدني أيضا من الأمور المهمة اللي يزيد دائما مناعة الجسم. وأخيرا التقليل من اللقاءات الاجتماعية والحرص على الإجراءات الوقائية. مستمعين الأعزاء، بناخذ فاصل، وبعد الفاصل اليوم عندنا فقرة مهمة جدا، فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان خدمة طبيب لكل مواطن، أحد الخدمات المهمة المميزة اللي أطلقتها
هيئة الصحة بدبي خلال فترة جائحة كورونا، وبتكون معانا اليوم الدكتورة ندى الملة من مركز ندى الحمر الصحي، وبنتطرق وياها اليوم عن مواضيع كثيرة الخاصة بهاي الخدمة المميزة، خدمة طبيب لكل مواطن. ودائما نقول خلكم مع الصحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما مستمعين الأعزاء بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرتنا، فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان خدمة طبيب لكل مواطن. مستمعين الأعزاء، من الخدمات الطبية المميزة اللي توفرها هيئة الصحة بدبي تأتي خدمة طبيب لكل مواطن، التي تعتمد الهيئة في تقديمها للمتعاملين معها. وبنتعرف مستمعين الأعزاء أيضا على أحدث التقنيات وأفضل المعايير المعمول بها عالميا، والتي سنتعرف إليها في هاي الفترة اليوم، أو بنتكون معانا اليوم الدكتورة ندى الملة من هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة ندى. هلا، صباح النور والسرور، صباح الأحد اللي حبك الأحد أخوي عبد الله. الله يسلمك دكتورة. الله يسلمك. طبعا أكيد الناس يعني مشتاقة لهذا الصوت دكتورة ندى. غيابكم يعني الحقيقة، وأنا متأكد إنه يعني أنتم موجودين اليوم في مكان مهم، وعملكم أيضا مهم يعني، وأكيد كان لكم دور حيوي وفعال أيضا في برنامج صحة وسعادة. ونتمنى إن شاء الله أن يعني الجائحة تخلص، وإن شاء الله ترجعون للإذاعة وكل أن يكون في يعني في مكانه، والأمور تكون إن شاء الله طيبة قريبا جدا إن شاء الله. قريبا إن شاء الله. الله يبارك فيك دكتورة ندى، نحن سعداء الحقيقة وجودك معانا اليوم، وأيضا يعني دائما نتشرف وسعيدين بالخدمات اللي دائما تقدمها هيئة الصحة بدبي. خدمة طبيب لكل مواطن مثل ما تعرفين دكتورة ندى من الخدمات المميزة والخدمات الحقيقة حيوية، وتم إطلاقها أيضا في وقت يعني كوفيد-19. حابين دكتورة بس تعطينا نبذة عن خدمة طبيب لكل مواطن اللي توفرها هيئة الصحة بدبي. طبعا خدمة طبيب لكل مواطن ما صارت خدمة غريبة على الناس، هي خدمة بدأت في ديسمبر 2019 لتقديم خدمات رائدة ولتعزيز مكانة دبي كأذكى مدينة في العالم، بوجود طبعا التطبيب عن بعد. التطبيب عن بعد يعتبر مفهوم شوية جديد عالميا، وإحنا في المنطقة أيضا لا يزال شوية مفهوم جديد، فإن هيئة الصحة تقدم خدمات استشارة عن بعد، فهذا طبعا يعزز مكانة دبي كمدينة ذكية. طبعا في بداية أول ما أطلقنا الخدمة في ديسمبر 2019 كان للحين الجائحة ما كانت بادية، فكان الإقبال عليه شوي بسيط، وسبحان الله بدت الخدمة عندنا وبدت الجائحة على طول خلال فترة بسيطة. صحيح. فصار الإقبال على الخدمة يعني ضخم جدا جدا، ما توقعنا الناس بيكون عندها هذا الوعي، هالمستوى الوعي إنها تقدم على خدمة التطبيب عن بعد. لأن أخوي عبد الله مثل ما تعرف عندنا هالزيارة العيادة والقعدة مع الدكتور في نفس الغرفة متأصل فينا، يعني عندما يقول ما واحد ما يرتاح غير لما يشوف الدكتور وفي المكتب. لكن إن الناس صار عندها وعي إن مو كل شيء يحتاج أن أسير العيادة وأشوف الدكتور وأخذ مكان وأشغل كرسي، في وايد أشياء أنا ممكن أحصل عليها استشارة من المكان اللي أنا يناسبني. طبعا إقبال الناس على الخدمة هذه وبالتالي تقليل زيارتهم لمراكز الصحية ومراكز الخدمة الصحية مهم جدا لتقليل تعرضهم لخطر نقل العدوى، وهذا نقل العدوى نتكلم بشكل عام سواء الكوفيد سواء أي شيء ثاني، وهالكلام كنا نقوله دائما من قبل إن دخولك لأي منشأة صحية يعرضك لخطر انتقال التهابات والبكتيريا والجراثيم، كون إن المكان أصلا متروس ناس أصلا تعبانة ومريضة، والأسطح والكراسي الطاولات جهاز شرب الماء، كل هذا حتى مع التعقيم المستمر لا يزال هناك كثير من الناس المرضى. فدائما كنا نقول قللوا زياراتكم الأشياء اللي أنتوا ما تحتاجونها. فخدمة طبيب لكل مواطن وفرت هالشيء، فالمتعامل يقدر يحصل على الاستشارة من أي مكان يحبه، مكتب، من بيته، من كوفي شوب،
الشيء الوحيد اللي يقولون له انه ما يحصل على الاستشاره هو يسوق السياره، انه يوقف عشان السلامه طبعا ويحصل على الاستشاره. لكن لو احنا نفكر فيها، يعني ان انا عندي الطبيب وقت ما انا ابغى احجز موعد، وما في داعي ان اسير ادور باركينج، اتريا نيرس، اتريا حد يسجلني، على طول ادخل من تليفوني في المكان اللي يريحني انا بخصوصيه تامه واحصل على هذه الخدمه. فهذه صراحه خدمه رائده، واحنا نشجع الكل انهم يستخدمونها. صحيح دكتوره ندى، طبعا مثل ما ذكرتي ان خدمه رائده وخدمه مهمه الحقيقه، وايضا يعني الخدمه هاي ساعدت فئات كثيره من يعني متعاملين هيئه الصحه بانها يعني تتلقى الخدمه. مثل ما ذكرتي دكتوره كل في محله، الخدمه هاي طبيب لكل مواطن دكتوره، مثل ما تعرفين ان لها يعني وسائل كثيره ل يعني تقديم الاستشارات للشخص اللي يتصل. فلو نتكلم دكتوره معاك عن مستوى التقنيات المستخدمه في هاي الخدمه. طبعا خدمه طبيب لكل مواطن اللي هو التطبيب عن بعد يحتاج وجود امكانيات معينه، سواء كادر سواء امكانيات تكنولوجيه، لان في النهايه انت تريد ان تحصل على افضل، خلينا نقول، نقاوه للصوره والصوت، لان هي استشاره طبيه في النهايه. نعم. وطبعا استشارات غير طارئه، خدمه الطبيب لكل مواطن استشاره غير طارئه، يعني الطوارئ تتوجه للعيادات والمستشفيات ولهم مسار مختلف. صحيح. لكن انت كطبيب اللي قاعد يرد على التليفون هو طبيب، بالتالي انا ابغى الصوره تكون واضحه، نقاوه الصوره ونقاوه الصوت، عشان اقدر اسمع المتعامل واعطيه الاستشاره، بحيث ما يضطر انه هو يروح المركز الصحي او يروح المستشفى لانه ما قدرت اني اسمع له. فطبعا افضل التقنيات المستخدمه لعمليه الفيديو كول او المكالمات المرئيه والمسموعه. صحيح. عشان تكون بافضل نقاوه. احنا في خدمه الطبيب لكل مواطن الطبيب تقريبا يفحص المريض بس من غير ما يكون متواجد معاه في نفس المكان، يعني لو قال حلقي عورني يقول ممكن تفتح الفم واشوف شويه وحط اضاءه، يعني حتى الم البطن، الام الجسم بشكل عام، الطبيب يطلب من المريض بخطوات معينه يسويها عشان الطبيب يقدر يوصل التشخيص، وهذا لا يمكن يكون اذا ما كان عندنا اذا ما كانت التكنولوجيا تساعدنا في هذا الموضوع. ايضا الكفاءات اللي انا عندي الموجوده في طبيب لكل مواطن، ما يخفى على اي حد انه صعب شوية إن أنا أنتقل من كوني طبيب ألمس المريض وأبحثه وأقول له أنسدح شوي هني بفحص بطنك، إلى مريض مش موجود معاي، مريض افتراضي مثل ما يقولون، مش موجود معاي في نفس الغرفة. فكيف أنا أقدر أبحثه أعطي استشارة آمنة؟ معنى استشارة الآمنة معناها إن استشارة كاملة، ما أفوت شيء، إن ما فاتني شيء من المريض هذا، معناه مش موجود معاي في نفس الغرفة، ما فاتني شيء ممكن يدل على مرض خطير عنده، ما فاتني تشخيص هذا المريض. فحتى الكوادر اللي تشتغل في طبيب لكل مواطن هم الناس الخبرة اللي عندنا في هيئة الصحة، تم تدريبهم على مستوى معين عشان يقدروا يقدمون استشارة كاملة. وأنا أرد أكد وأقول للناس اللي تقول كيف دكتور ما أقعد معه، استشارة كاملة متكاملة. صحيح. وانت قاعد في مكانك، فلا تخاف الناس أو تتشكك أو تقول لا يمكن ما يقدر يشخص. الأطباء الياسين في طبيب لكل مواطن هو في النهاية طبيب، لما يشوف المريض هذا ويسأل الأسئلة ويطلب منه يسوي حركة معينة عشان يبحثها أو غيره، إذا الطبيب عنده شك ولو 1% إن هذه الحالة تحتاج فحص فيزيائي في العيادة، بيوجه المريض بيقول له سير العيادة. صحيح. ما راح يبخل على المريض، أو راح يوجهه خذ تحويله إلى التخصص الفلاني، أو سير زور أقرب مركز لك أنت، لأن في النهاية سلامة المريض هي أولوية لنا. ايا كان طريقه التطبيب اللي قاعد نقدمها، سواء كان بالرسائل سواء كان بالتليفون سواء كان بالحضور الشخصي، نحن لازم نحرص على سلامه المريض وهي اولويه، وهالغرض في النهايه من الاستشاره الطبيه. عشان شيء دائما نقول للناس حاله طارئه مو بمكان الطبيب لكل مواطن. لا تتريى تحجز موعد وتقول للدكتور مثلا شو حاله طارئه، عندي الم في الصدر صار لي يومين ومو قادر اتنفس، عندي الم شديد في البطن مو قادر انام في الليل، عندي صداع شديد ما قاعد يخف باي دواء وما قاعد يتحسن ومو قادر انام مو قادر اركز. هذه الاشياء اللي تعيق الانسان عن اداء حياته اليوميه، ما يقدر ينام، ما يقدر يتحرك، ما يقدر، هذه مو مكانها استشاره عن طريق الهاتف، لانه في النهايه بيحولك على المستشفى او على العياده. الحالات الغير طارئه، الم بسيط في البطن، مغص خفيف، الحموضه، صداع خفيف عنده، صداع متكرر، صداع النصفي، الم في اليد او الم في الكتف بسبب اللي نسميه الصبا، عدم النوم بطريقه زينه، صار مثلا طيحه خفيفه بس يبغى ياخذ استشاره عنها. التحاليل الطبيه هذه واحده من اكبر اسباب ان الناس تزور العيادات، تحاليل، ان ابغى دكتور يشرح لي تحاليلي، ما في داعي تكي العياده، اخذ موعد طبيب لكل مواطن
يشرح لك كافة التحاليل ويوجهك. إذا في تحليل يحتاج إن الطبيب يشوفك بيقول لك لا هذا التحليل روح العيادة خلي الدكتور يشوفك. لكن أخوي عبد الله خلينا نقول 70% من الناس يضط التحاليل هي تحاليلها روتينية. صحيح. إن يكون كل شيء عنده يعني دم حديد سكر وظائف كبد وغيره هذه بسهولة ممكن إنها تقدم عن طريق طبيب لكل مواطن. والآن أيضا طوروا في الخدمة طبيب لكل مواطن صار عندنا عيادة السكر الذكية. بمعنى الناس اللي عندها سكر وتتابع في عيادة السكر طبيب السكر يحولهم عيادة السكر الموجودة في العيادات في عيادات القطاع الرعاية الصحية. صحيح. طبيب السكر يحولهم على طبيب لكل مواطن للمتابعة. وإن شاء الله في خدمات أخرى عيادات تخصصية أخرى راح تدخل ضمن طبيب لكل مواطن. بالتالي يكون عندنا وعي أكثر أنه فعلا مو كل شيء يحتاج أن أنا العيادة. وحتى عيادة السكر الذكية صح أن أنا بخلي الدكتور يقيم تقييم السكري ويعدل الانسولين ماله ويعدل ادويه السكر، لكن بقول له مثلا تعال العياده مره في السنه تحت الشبكيه، تعال مره في السنه حتى تحت القدم، لان هذا لا يستطيع ان نقوم بها عن بعد حاليا. صحيح. فالخدمات تدريجيا سوف تتحول الى تطبيب عن بعد. اول شيء لسلامه المتعامل، مثل ما قلنا كل دخله لاي منشاه صحيه تعرض نفسك لخطر الالتهابات سواء الكورونا او اي شيء ثاني. رقم اثنين توفير الوقت المتعامل. حاليا اخوي عبد الله مع الزحمه ومع الشغل ومع متطلبات العمل وتوصيل العيال مدارس وغيره ما يكون عند الواحد فرصه انه هو حتى يجي العياده ويدور باركينج وينزل ويقول لك تشوفه مثلا ثلاث ساعات مو شايفينه في العياده، زين ليش ما جيت؟ والله دكتوره ما عندي صراحه يا ادور باركينج وتريت سجلوني وتريت ما عندي وقت وايد عندي شغل. فاستخدم خدمة طبيب لكل مواطن تحصل على استشارة مكامة. أنت وصلت العيال المدرسة احجز موعد بعد ما تنزل العيال المدرسة وقف على برج وخذ الاستشارة كاملة. يطلبون التحاليل بس عليك تجي المركز تاخذ التحاليل أو تاخذ الأدوية. وحتى خدمة طبيب لكل مواطن هاي النقطة جدا مهمة لكبار المواطنين اللي دائما عندهم أدوية متكررة مو لازم يجون العيادة. صحيح. ممكن يحصلون استشارة عن طريق طبيب لكل مواطن. وطبيب لكل مواطن مرتبط بخدمة دوائي مبادرة دوائي. نعم مبادرة دوائي توصل أدوية إلى المنزل. بالتالي خدمة مؤتمتة 100%. فلنبقى إحنا من جيل الشباب أن يقعدون مع أبوهم وأمهم ويدهم ويدتهم يسجلونهم في تطبيق هيئة الصحة ينزلهم إياه يسجلونهم يسوونهم يوزر نيم باسورد وهالشيء ويرونهم كيف يدخل على خدمة طبيب لكل مواطن. ممكن يساعدونهم بعد في حجز الموعد بس وقت الموعد ممكن كبير السن قاعد في البيت بس يضغط على التطبيق. دخول الموعد ترى سهل جدا. إذا التطبيق عندك مدخل أنت فيه اليوزرين باسورد أمورك جدا سهلة. تدق عليه على طول تفتح لك الصفحة وتكلم الدكتور. فنساعدهم ونعودهم على هالشيء حتى نقلل زياراتهم للعيادات أيضا لسلامتهم. صحيح. دكتورة ندى الحقيقة يعني مثل ما ذكرتي بأن يعني مبادرة طبيب لكل مواطن أصبح اليوم يعني ليس فقط يعني يخص جانب التشخيص إنما اليوم يعني يعتبر مثل ما ذكرتي أيضا الهدف مستقبلا بأن تكون منظومة يعني تطبيب عن بعد مستقبلي كثير بحيث أنه يحتوي إلى خدمات ويعني تشخيص وبرامج بحيث أنه يستفيد منها جميع العاملين في هيئة الصحة أو متعاملين هيئة الصحة بدبي. دكتورة يمكن عندنا فقط دقيقة واحدة قبل لا نختم. يسلم عليك مخرجنا المبدع الأستاذ نمير محمد. الله يسلمك. وأيضا إذا عندك آخر نصيحة دكتورة على السريع عن برنامج طبيب عن بعد أو خدمة طبيب عن بعد بهيئة الصحة بدبي. أنا أشجع الجميع أنهم يستفيدوا من خدمات طبيب لكل مواطن وما يسوون الغلطة أن هم يوم عندهم العرض يفكر الحين يسجل في التطبيق فيلاقي ممكن صعوبة أو لأنه تعبان فمو قادر يركز ويسوي حق نفسه يوزر نيم وباسورد هالأشياء. استغلوا الفرصة وأنتم مرتاحين سووا يوزر نيم وباسورد. عندكم أي مشكلة تواصل مع مركز الاتصال 800-342 قول أن عندي مشكلة فإن أنا أسجل في التطبيق من هيئة الصحة عشان أستخدم خدمة طبيب لكل مواطن وإن شاء الله بيحصلون المساعدة التامة. بس أهم شيء الجميع يكون مسجل، الجميع منزل تطبيق هيئة الصحة والجميع مسجل فيه. بالتالي يوم تحتاج الخدمة تكون موجودة إن شاء الله وتحصلون خدمة كاملة متكاملة من المكان يريحكم.
دكتورة ندى الملة من مركز ندى الحمر الصحي بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك، ما قصرتي، ونشوفك إن شاء الله قريبا في برنامج صحة وسعادة. إن شاء الله إن شاء الله، نهاركم سعيد. نهارك سعيد دكتورة ندى، شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل وعندنا فقرة التغذية بعد الفاصل. اليوم كيف تسيطر على جوع الشتاء؟ دائما خلكم مع صحة وسعادة والكثير من المعلومات، خلكم معنا، فاصل راجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم مستمعين الأعزاء على الأرقام 600-551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006 وفقرة التغذية. ولكن مستمعين الأعزاء، قبل أن ننتقل لفقرة التغذية، عند مداخلة مع الأخ أسامة. صبحك الله بالخير والنور والعافية أسامة. صباح الخير. صباح النور والسرور. الله يديكم العافية، مشكورين على البرنامج الجميل الله والغيم. وأنا بحب أوجه الشكر لهيئة الصحة، بالذات مستشفى دبي ومستشفى راشد ومركز المسهر. الله يسلمك يا أخوي أسامة، وشاكرين تواصلك أيضا مع برنامج صحة وسعادة، وإن شاء الله نحن بنوصل هذا الشكر للجهات المعنية في هيئة الصحة بدبي، ويعطيك ألف عافية. ولو تسمحوا لي، لو ممكن أحدد شخصيات معينة، يعني أنا مرت بي حالة طارئة ولقيت العناية والاهتمام والتركيز من شخص دكتور مازن ودكتورة شفيقة ودكتورة إسراء في مستشفى راشد في قسم الحوادث. أستاذ أسامة، مع الكمر بس لو تخبرنا يعني شو القصة على أساس أننا نحن نسمعها أيضا معك. أنا كان حصل لي ظرف في سيتي سنتر ديرة. نعم. وقعت في السلم وأخذوني بالإزعاف، وتمت المعاملة معي يعني بصورة قمة في الروعة والأخلاق والتهذيب والمهنية. نعم. أيوة. وبالنسبة لمستشفى دبي، أنا بتعالج في قسم الأورام، يعني مستشفى دبي عامة قمة برضو يعني في الرقي، يعني هيئة الصحة عامة قمة في الرقي والاحترام، وده كله راجع للحكومة الرشيدة وقيادة الشيوخ طول الله عمرهم والإدارة الجيدة. نعم. وإن شاء الله للتقدم، ودي بلدنا الثاني. الله يبارك فيك ويحفظك، وإن شاء الله يعني دائما أتمنى لك الصحة والسلامة. وطبعا دائما هيئة الصحة بدبي تعمل حريصة جدا لتوفير كل ما هو يعني مميز كخدمات صحية، والكل موجود هنا في خدمتكم أستاذي أو أخوي الفاضل أخ أسامة، وسعادتكم إن شاء الله دائما. وثق تماما إن شاء الله أن الرسالة الشكر هاي بتوصل للمعنيين في هيئة الصحة بدبي، وأنا شخصيا شاكر لك يعني تواصلك مع برنامج صحة وسعادة أيضا. والله أنا ما قادر أكمل. الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا جزيلا. مستمعين الأعزاء، كان معنا الأخ أسامة يقدم الشكر لهيئة الصحة بدبي على خدماتها المميزة الحقيقة، اللي كان مثل ما سمعت لها تأثير كثير على الأخ أسامة، ونتمنى إن شاء الله الصحة والسعادة. ننتقل مستمعين الأعزاء إلى فقرتنا الثانية اليوم، فقرة التغذية، وتحت عنوان كيف تسيطر على الجوع في الشتاء، بتخبرنا أكثر الأستاذ مي بن ثاني. يعني الأستاذة مي، صبحت الله بالخير والنور والعافية. أهلين، صباح النور أستاذة مي. طبعا نحن نسمع دائما عن ظاهرة الجوع في الشتاء، والبعض يشعر يقول لك بالجوع بشكل متكرر، أكيد هذا له أسباب وله حلول، نحب نتعرف منك على هاي الأسباب والحلول. هي إن شاء الله اليوم بنتكلم يعني بشكل عام كيف إحنا نسيطر على أو كيف نتحكم بالجوع خلال اليوم، سواء في فصل الشتاء أو في باقي الأوقات أوقات السنة. نعم. بداية قبل أن نتكلم عن الخطوات اللي هي تساعدنا على التغلب على الجوع، بنتكلم عن أسباب الشعور بالجوع، يعني ليش إحنا نحس بالجوع خلال اليوم.
أهم أو أحد الأسباب اللي تزيد عنا شعور بالجوع هي عدم تناول وجبات منتظمة خلال اليوم أو إلغاء وجبة من الوجبات. مثال على ذلك، في هناك شريحة كبيرة من الناس مثلا يعني قبل لا يصيرون الدوام ما يتريقون بحكم أنه يعني ما عندهم وقت كافي يتناولون وجبة الفطور، فيوصلون الدوام ممكن ينشغلون فيتمون فترة طويلة بدون أكل، فهذا يزيد عندهم الإحساس أو الشعور بالجوع. ثاني نقطة هي التعود على تناول كميات كبيرة من الطعام خلال الوجبة نفسها، فلما يبدأ شخص يقلل من هالكمية يزيد عنده الشعور بالجوع، وخاصة للأشخاص اللي يمارسون حمية غذائية. ومو بس كمية الكمية اللي في الوجبة، حتى نوعية الطعام خلال الوجبة. مثلاً الشخص في وجبته يعتمد على نوع أو نوعين من الطعام، مثلاً يعتمد على النشويات والبروتينات، لكن ما يكون عنده مصدر من مصادر مثلاً الألياف اللي هي الخضرة والفواكه، فوجبته ما تكون وجبة كاملة. فأيضاً يعني مهما كل من الوجبة ستيل بيحس بالجوع حتى بعد ما ينتهي من الوجبة. وثالث نقطة هي الاعتماد على المصدر أو الاعتماد على السكريات البسيطة. يعني نعطي مثال على ذلك، مثلا أنا خلال ياسي يعني في الدوام وعندي شغل وما عندي وقت آكل، فباخذ أي شيء سريع يسد جوعي، وشيء من هالأشياء السريعة مثلا الشوكولات. فالشخص إذا مثلا كل الشوكولات السكر البسيط اللي فيه الجسم يحرقه في فترة زمنية قصيرة، فبرد أحس بالجوع، يعني خلال ساعة ممكن أنا أرد أحس بالجوع. فحتى مثل ما قلت قبل أن نوعية الطعام اللي أخذها ممكن تزيد عندي الشعور بالجوع. فهناك خطوات بسيطة ممكن إحنا نتبعها عشان نتغلب على يعني على الشعور أو نقلل من الشعور بالجوع في هاي الأوقات. أهم نقطة هي أن إحنا نتناول وجبات في أوقات منتظمة. يعني أنا خلال اليوم لازم تكون عندي وجبات منتظمة، ثلاث وجبات رئيسية اللي هي الفطور والغداء والعشاء، ولازم يكون بينهم الوجبات الخفيفة السناك عشان تقلل عندي الشعور بالجوع. ومثل ما ذكرت قبل لازم نوعية الطعام أيضا تكون جيدة، يعني أنا خلال الوجبة لازم أكون لازم أكل من كل المجموعات الغذائية، يعني لازم أعتمد على النشويات وعلى البروتينات وعلى الفواكه والخضروات لأنها تحتوي على نسبة ألياف عالية، وعادة أو مثل ما يعني مثل ما نعرف أن نسبة الألياف عموما تخلينا نحس بالشبع لفترة أطول. نعم. وبالتالي بتقلل عنا الشعور بالجوع. أيضا شرب الماء ويعني بعد أو قبل الوجبة ممكن إحنا أو ممكن يخفف علينا هالإحساس أو هالشعور بالجوع. نعم أستاذ مي، بس بخصوص يعني الوقت أدركنا، لو تختصرين في آخر نصيحة حول هذا الموضوع. أو آخر نقطة كانت عندنا أو النصيحة إن إحنا نقلل من أوقات الفراغ، لأن دائما لما يزيد عندنا وقت الفراغ وما عندنا جدول ثابت نتبعه ممكن إحنا دائما نحس إن إحنا يعاني وممكن ناكل أي شيء. فأنا إحنا لو نحط لنا جدول ثابت أو نمارس أي هواية من الهوايات أو نمارس الرياضة ممكن إن إحنا نقلل عنا أو نقلل من التفكير بالجوع خلال اليوم. نعم. الأستاذة مي بن ثاني، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك وشكرا للمعلومات الطيبة الخاصة بموضوع كيف تسيطر على الجوع في فترة الشتاء. شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، منذ اللحظة الأولى لولادة الطفل وتبدأ الأسرة بمراقبة نمو الطفل ومعرفة حالته الصحية. طبعا هاي المراقبة مستمعينا الأعزاء بالغة للأهمية، طبعا تتعرف إلى التطور النمائي لدى الطفل وما كان هذا التطور يسير بشكل طبيعي أم لا، أو هناك بعض الخلل. حول هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء وفقرة صحة الطفل وتحت عنوان التطور النمائي لدى الأطفال، نتشرف بالدكتور نوف النون، أخصائي طب أسرة وزمالة في الطفولة والأمومة بهيئة الصحة بدبي. دكتور صباح الخير. صباح النور والسرور. مرحبا دكتورة نوف.
دكتورة طبعا يعني حسب العنوان التطور النمائي لدى الطفل مثل ما ذكرنا يعني مرحلة مهمة جدا وبالأخص للأم ومتابعة هاي المرحلة المهمة اللي من خلالها ممكن أن تكون مرات هناك بعض الأعراض الغير طبيعية. نحب دكتورة أن تعرفينا في البداية ما المقصود بمعنى التطور النمائي لدى الطفل. التطور النمائي لدى الطفل هي طبعا المهارات اللي يكتسبها الطفل خلال مراحل نموه. يعني طبعا احنا نعتقد ان كل طفل ينمو بوتيرته الخاصة طبعا، يعني كل طفل غير سبحان الله. صحيح. لكن هناك مسار طبيعي وحد عمري لاكتساب هاي المهارات. صحيح دكتورة نوف، هل التطور يعني مرتبط بكل ما هو حركي وذهني فقط أم هناك بعض الأمور الأخرى اللي يعني مرتبطة بالتطور النمائي؟ التطور الحركي والذهني هو فقط جزء من التطور النمائي. التطور النمائي له أربع محاور أساسية نحن نقيم نمو الطفل الطبيعي خلال فترة عمره. التطور البدني والعضلي هي محور واحد، المحور الثاني هو التطور الاجتماعي، المحور الثالث هو التطور المعرفي والتفكيري، والتطور الرابع هو التطور اللغوي. فهي مش بس مقتصرة فقط على الحركة والتفكير والاستيعاب. صحيح. طبعا مثل ما ذكرتي دكتورة بأن يعني الفترة الأولى من ولادة الطفل تبدأ للأسرة طبعا فترة مهمة جدا يعني مراقبة نمو الطفل. كيف دكتورة مثلا يلاحظ يعني الوالدان وبالأخص الأم يعني كيف بتلاحظ إذا كانت هناك مشكلة عند الطفل، يعني مشكلة تتعلق بالنمو؟ طبعا ضروري نحن دائما نقول إذا عرفنا الشيء الطبيعي ممكن نكتشف اكتشاف مبكر إذا كان هناك في مشكلة. يعني طبعا الطفل في أول فترة من مراحل عمره يعني أول 3 شهور متوقع أنه يبدأ يتحكم براسه، يقدر يبدأ يبتسم، إذا مر جسم قدامه يبدأ يتبعه بعينه. فإذا وجدت هاي العلامات أي إذا ما كانت موجودة معناه هناك في مشكلة. إذا نروح للعمر الأكبر مثلا من 4 شهور إلى 6 شهور يعني الطفل في هالعمر أكثر دراية ليستوي حواليه وعنده علامات مو جدا مهمة في هالمرحلة. يبدأ الطفل يقدر يتجلب ويبدأ يصدر الأصوات. فالطفل إذا على عمر 6 شهور بالكثير ما يبدأ يصدر أي أصوات مناغة أو أي فقاعات معناه هناك في أيضا مشكلة. إذا مثلا الطفل اللي عمره من 7 شهور لين 9 شهور طبعا هالعمر الطفل ما شاء الله يكون عنده سرعة الاستيعاب وعنده مهارات حلوة وجديدة مثل الجلوس، يبدأ يوقف ويبدأ حتى يضحك. فالطفل في هاي المرحلة العمرية لين 9 شهور بالكثير إذا ما يتدحرج، إذا توقفه ما يقدر يوقف على وزنه وما يقدر يثبت بريوله معناه هناك مشكلة. إذا ما يصدر نهائيا أي أصوات مناغة معناه هناك مشكلة. صحيح. وطبعا أيوة فهالعمر الطفل يبدأ يعني يهتم بالألعاب اللي حواليه فتشوفه عنده اهتمام. فإذا لم توجد هاي المؤشرات معناه هناك أيضا مشكلة. صحيح. إذا العمر مثلا من 10 شهور لين سنة السنة وايد مرحلة حلوة في حياة الطفل. الطفل يبدأ يخطي خطواته الأولى، يبدأ يقول بابا وماما وممكن يلوح بيديه باي باي. فهاي المؤشرات والمهارات اللي اكتسبها الطفل وايد حلوة في هالعمر. فإذا لم توجد أيضا هناك مشكلة. وطبعا في النهاية احنا شو نقول، إذا الأهل لاحظوا أو الوالدين لاحظوا أي مشكلة في نمو الطفل مقارنة بقرانه أو بأخوانه اللي في البيت ما في أي ضرر أنهم يراجعون الطبيب لهذه المشكلة. صحيح. وأيضا دكتورة مثل ما ذكرتي بأن دور الأم يعني حيوي جدا ومهم خلال الفترة اللي ذكرتيها 9 شهور أو سنة لأن شهر بشهر يعني ينمو الطفل وممكن يكون خلال هالأشهر مثل ما ذكرتي دكتورة بعض الحركات سواء يعني في حركات جسدية أو ألفاظ لابد أن الأم تعرف يعني هاي الأشياء هاي هل هي طبيعية ولا في نقص في جزء من الأجزاء هاي بحيث أنه يعني تأخذ الاستشارة الطبية إذا لزم الأمر. دكتورة نوف، ما هي أغلب المشكلات الصحية اللي يعني تصلكم أنتوا في العيادة الخاصة بالتطور النمائي لدى الأطفال؟ أكثر حالاتنا بالنسبة للتطور النمائي هي التأخر في النطق. كثير نواجه نحن في صحة الطفل. كذلك عندنا التواصل الاجتماعي اللي هم ساعات تكون أطياف التوحد. فهاي المشكلتين سبحان الله احنا بالنا نحس التطور العضلي بس واقعا التطور الاجتماعي واللغوي او التخاطب هي اكثر المشاكل اللي نواجهها في صحه الطفل.
صحيح. طبعا دكتورة، أوكي، إذا يعني مثلا تم معرفة هاي المشاكل، شو النصائح اللي تحبين توجهينها دكتورة بالأخص للأسرة يعني، أو الأم بالذات إذا اكتشفت أن الطفل عنده أو بدأ عنده يعني هاي السلوكيات اللي قد تكون غير طبيعية؟ دائما نحن نحرص على الأهل أن لا يترددون في أي لحظة إذا كانت عندهم مخاوف أو قلق تجاه نمو الطفل أن يرجعون لاستشارة الطبيب، لأن دائما إحنا نقول التدخل المبكر، الاكتشاف المبكر جدا مهم، أن هذا الطفل إذا كان عنده تأخر في أي محور من محاور النمو التماوعي أن يكون يعيش حياة طبيعية مقارنة بقرانه، ويكتسب هذه المهارة بشكل جدا مبكر، لأن مثل ما قلت كل شهر بشهر الطفل يكتسب مهارة، فإذا في أي لحظة تأخر تلقائيا المهارات اللي تليها تتأخر، ويصير كذلك تأخر وتأثير على حياة الطفل الطبيعية. صحيح. دكتورة، عندنا استفسار عن طريق الرسائل النصية، كيف ممكن يتم يعني معرفة الخطوات الخاصة لاكتشاف مثل هاي الأشياء المبكرة إذا قلناها، سواء كان عنده يعني نقص في الحركة أو في الألفاظ أو الدحرجة أو ما شابه ذلك، يعني هل تنصحين أو هل هناك أيضا هل هناك خطوات معينة لاكتشاف هاي الأمور؟ جميل. نحن في هيئة الصحة استجدت استبيان معتمد يسمى استبيان براهم، وهذا جدا مهم هذا الاستبيان، وإحنا دائما نحرص على توعية الناس بهذا الاستبيان. هذا الاستبيان موجود في تطبيق هيئة الصحة بدبي، يحتوي على أسئلة بسيطة يقيس مراحل النمو النمائي لدى الطفل على كل مرحلة عمرية، نبدأ من 9 شهور لين 5 سنين. ففي أي لحظة الأهل عبوا هذا الاستبيان ووجد هناك مشكلة، سبحان الله إحنا بتلقائيا يتم تحديد موعد للطفل ليتم مراجعة الطبيب وفحصه واكتشاف المشكلة. صحيح. فهي وحدة من الطرق. نعم. نعم دكتورة، لو نذكر مستمعينا الأعزاء بالخدمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي الخاصة يعني عيادة الطفل لدى الهيئة. طبعا أريد أذكر على موضوع براهم، لأنه جدا جدا مهم استبيان براهم، ويعني ما يأخذ حتى إلا ثواني من وقت الأهل أن يعبون هذا الاستبيان، بس وايد له دور أساسي في الاكتشاف المبكر. النقطة الثانية، نحن عندنا مركز متخصص للتأهيل المتبكر للتأهيل أو التدخل المبكر، ويحتوي على عدد من التخصصات الطبية اللي تساعد على تأهيل الطفل، كالعلاج الطبيعي وأخصائي التخاطب وأخصائي الطب النفسي، وهذا المركز يتم تحديده المواعيد على حسب المشاكل الصحية الموجودة لدى الطفل. وطبعا نحن دائما نحرص الأهل أن ما يفوتون أي زيارة تطعيم لدى الطفل، لأن كل زيارة تطعيم لصحة الطفل يتم تقييم الطفل خلالها لوجود أي مشكلة في النمو أو التطور. صحيح. طبعا دكتورة، مثل ما ذكرتي بأن يعني المرحلة الأولى لولادة الطفل تعتبر مرحلة مهمة، وأيضا يعني يتم اكتشاف بعض المشاكل إذا كانت هناك مشاكل تتعلق بالتطور النمائي لدى الطفل. دكتورة، لو تحدثينا عن هيئة الصحة بدبي، ما الذي تقدمه للوقاية، سواء برامج وقائية أو برامج علاجية أو يعني برامج تثقيفية حول مشاكل التطور النمائي لدى الأطفال؟ طبعا دائما حياه الصحه دائما مثل ما تقول تهدف الى الاكتشاف المبكر، تعمل حملات توعويه، اهميه الزيارات، تذكير المرضى بالزيارات الدوريه لمراجعه الطفل لطبيب صحه الطفل، كذلك توفير هذا التطبيق بشكل جدا بسيط في تطبيق هيئه الصحه تحث الاهل او توعيتهم على تعبئه هذا الاستبيان، فهاي من المؤشرات الأساسية. طبعا ضروري احنا عندنا في هيئة الصحة في دبي صحة الطفل الأساسية، ما تشمل التطعيمات وكذلك التقييم الطبي في كل زيارة للطفل في خلال زيارته لصحة الطفل. صحيح. وهاي الزيارة الممرضة تقوم بالسؤال بعض الأسئلة تتأكد من نمو الطبيعي للطفل، وإذا وجدت هناك أي مخاوف أو قلق من الأهل يتم مراجعة الطبيب واكتشاف المشكلة وتداركها. صحيح. دكتورة نوف النون، أخصائي طب أسرة وزمالة في الطفولة والأمومة بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك دكتورة الحقيقة، شكرا للبرامج اللي تقدمونها حول موضوع التطور النمائي لدى الطفل، سواء كانت برامج علاجية وقائية وأيضا برامج التثقيف الصحي، طبعا هذا له دور حيوي ومهم جدا لدى الطفل وبالأخص في المراحل الأولى. شكرا جزيلا دكتورة نوف.
شكرا لكم على الاستضافة. شكرا. شكرا مستمعينا الأعزاء، ومن فقرة صحة الطفل وحديثنا مع الدكتورة نوف النون عن موضوع التطور النمائي لدى الطفل، ومثل ما ذكرت بأن دور الأسرة مهم جدا وخاصة الأم لمراقبة الطفل في مراحل نموه الأولية. وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات صحية مفيدة. وهذا هو دائما مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومخرجين المبدعين الأستاذ نمر محمد وأيضا الأستاذ سعيد المر. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، وأتمنى لكم إن شاء الله دائما صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.